الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفروع العقدية المخرجة على هذه القاعدة أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا مؤمن ويطلق إذا كان المقصود أنه سيختم له بالإيمان، لأن العبرة في إيمان العبد إنما هو بموافاة الله عز وجل على هذا الإيمان، لأننا لا ندري عما سيختم له به، أسيبقى إيمانه على ما هو عليه أو يسبق عليه الكتاب فيتحول. فلذلك ينبغي للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان المقصود أنه مؤمن كامل أو أنه سيثبت على الإيمان حتى يقبضه الله عز وجل عليه، فلا ينبغي للعبد أن يغتر بذلك ولا أن يغتر بإيمانه ولا بعمله حتى ينظر فيما يختم له به.